التكتيكية أمام منتخب الروسي بركلات الحظ. هل يكون إذن التدارك لمن سيكون التدارك في هذه الدورة للمنهزم أوروبيا المنتخب التشيكي أو للمنهزم عالميا منتخب المكسيك؟ جمهور تونسي حاضر بأعداد غفيرة لمتابعة الشو والفرجة في نهائي كأس العالم لكرة القدم المصغرة. ولو أنه يعني من خلال الاختبار اللي قام به منشط حفل الاختتام يعني من خلال التواصل مع الجماهير, الجماهير التونسية تختار اليوم وسندت منتخب التشيك ربما انتقاما من منتخب المكسيك اللي فاز على تونس وعطاها تريحة سبعة بلاش. هذاك علاش التوانسة الكل اللي حاضرين في ملعب نابل يحبوا روما منتخب التشيك يتوج بهذه البطولة. هذا رأي الأحباء الموجودين في ملعب نابل, نحترموه كل واحد ورأيه وما ثماش مشكل, المهم نتفرجوا في المقابلة تكون فيها الفرجة طيبة, فرجة ممتازة وأجواء كبيرة. مازال يعني لحظات قبل الانطلاق يعني بروتوكول الفاينل ما بين المنتخبين التشيكي والمكسيكي. كنت اتكهنت في لقاء يعني من أجل المركز الثالث كنت اتكهنت أنه باش يكون حكم تونسي في النهائي, وبالفعل يعني باش يكون الحكم محمد فارس القوي موجود في هذا النهائي. نكتشفوه في خطة حكم أول أو ثاني, المهم أنه موجود عن جدارة هذا الحكم التونسي متألق على غرار بقية الحكام التونسي اللي تألقوا في هذه الدورة. نذكر من أجل الهاتف يعني سلي عقوبي, هيثم الفالح, كذلك اسكندر الذهبي وحمدي الأحمر, ستة حكام تونس حضروا في هذه النهائيات كانوا يعني مستواهم طيب مقارنة ببعض الحكام اللي في هذه الدورة اللي صارش عليهم إجماع وارتكبوا العديد من الأخطاء يعني كاد ربما حتى تسبب في بعض المشاكل لولا أنه الفير بلاي كان حاضر في هذه الدورة من خلال احترام القرارات والديسيزيون اللي تخرج من طواقم التحكيم الحاضرة في هذه الدورة ككل. والحمد لله تقريبا ما شفناش حاجات يعني ما تشرفش, لكن تقريبا يعني نجاح عمل بعض الأخطاء, الأخطاء يسمى تصير, هذا عادي جدا تصير أخطاء في كل دورة, أخطاء تحكيمية. المهم أنه ما شفناش ربما أخطاء أثرت على نتائج المقابلات في هذه البطولة العالمية اللي يعني مازالها كما نقولوا يعني دقائق, ساعة وأكثر لنهاية هذا المشوار, نهاية هذا الحلم. حلم كان حلم, كان حلم لربما الناس القريبة والناس اللي حاضرة في هذا الملعب وفي الأجواء, أجواء الميني فوتبول, ربما لنهار الافتتاح, لميلة الافتتاح ربما برشا ما كانوش مؤمنين بنجاح هذا المشروع, وفي الأخير الحلم تحول إلى حقيقة والعالم كله يتحدث ميني فوت. هذوما لي تروفي اللي باش يتم تسليمهم في نهاية المقابلة للفائز الكأس الكبرى, للفائز بالدورة لكأس العالم, كأس المرتبة الثانية وكأس المرتبة الثالثة الوحيدة اللي نعرفوا شكون حصل عليها ديجا منتخب السنغالي. لكن ننتظروا بعد سيريموني التتويج باش يتسلم منتخب السنغالي الكأس الخاصة به, كأس المركز الثالث, إلى جانب توزيع الميداليات والجوائز على الفرق, وكذلك ربما كأس أفضل لاعب, كأس أفضل هداف, العديد من الكؤوس الأخرى والميداليات سيتم توزيعها في نهاية المقابلة بعد ما تابعوا المقابلة ونعرفوا شكون باش يخرج منتصر من هذه المقابلة. احنا بنسبق ونقول له مبروك للجمهور بكأس العالم, واللي باش يخسر نقول له هارد لك. طبعا امين الان التحاق الفريقين بأرضية ميدان ملعب كأس العالم نقول بمدينة نابل, منتخب التشيك ومنتخب المكسيك من أجل إحراز النسخة الثانية لبطولة كأس العالم في الميني فوت. الآن طبعا هي لحظات تاريخية بالنسبة لكل منتخب قبل مباراة الفاينل, الجماهير حاضرة بأعلام المنتخبين والبلدين على مدارج امتلأت الآن بالحضور الجماهيري, طبعا جماهير تونسية من مدينة تابر, جماهير تونسية كذلك انتقلت من العاصمة وبعض المدن الأخرى العاشقة لكرة القدم, ولا ننسى كذلك جماهير السياح اللي موجودين في تونس
طبعا واللي جاوا يشجعوا في منتخبات بلادهم في مباراه نهائيه ان شاء الله نتمنى وانها تكون في مستوى راح تكون مسك الختام الان مع النشيد الوطني للمنتخبات. هنا فما صوره جميله يعني فما سلفتمون تاع الصوماليا كان هذا إذن النشيد الرسمي الخاص بجمهورية التشيك ولكن تعداو للنشيد الرسمي الخاص بالمكسيك. Extraño enemigo, profanar con sus trampas tu suelo, pienso patria. منتخب المكسيك وصورة تذكارية ما فهمتش علاش القائد فريق المنتخب المكسيكي معاه الزي الخاص بالصومال نبيل شوشو تشكيلة المنتخب المكسيكي نستعرضوها للسادة المشاهدين. طبعا بسرعة قبل انطلاق المباراة في المكسيك برلاندينو سوليس دييغو رينا ثم لويس انريكي اورتيغا ريكاردو انريكي ميراندا ريموندو اسبينوزا ميغيل انخيل ابونديس فيكتور اومار كيروس سيزار اليخاندرو هيريرا مارلون براندو مورينو كريستيان رامون خيمينيز بوغرا مورينو الفاريز هوغو فان رودريغيز ايرام رويز مينديز اريك تافيرا فيليس وانخيل كوريال كروز مدرب المكسيك ريني اورتيز نافارو. كانت هذه إذن تشكيلة المنتخب المكسيكي. نمشي مباشرة تشكيلة المنتخب التشيكي بلادا اندريج بيرو ثم دقيقة صمت له دقيقة صمت. كانت دقيقة صمت على أحداث اللي وقعت في الصومال. تحية كانت من لجنة التنظيم منتخب المكسيك خاصة للقطة
خطة معبرة. قلت نرجع لتشكيل منتخب تشيك: بلاد أندريش بيرو، يان فوزيليك، نوفاك جيري، توماس رزني، ميكايل أولير، فرانسيك هاكن، دانييل كافكا، باتريك ريفيك، أندريش باديرا، ياكوب بولاك، ماريك ستانيسلاف، يان كوديلكا، ميكايل سلاك، توماس يونوفسكي، والمدرب جيلينكا لوبيز. طاقم تحكيم هذه المباراة قلت موجود فيه الحكم التونسي محمد فارس القوي، صاحبة المدرب الحكم سيزار الكسندر كوستاكوروف، وكوامي الإيفواري. هذا هو طاقم ميدان تحكيم المقابلة. فارس يعني حكم ثاني في هذه المقابلة النهائية في حد ذاته، يعني تواجده في النهائي يعتبر تتويج كبير لهذا الحكم الشاب محمد فارس القوي. إضافة كما قلت الحكم سيزاري هو الحكم الأول، كوستادينوف الحكم الثالث، والإيفواري كوامي هو الحكم الرابع في هذه المقابلة. صورة تذكارية إذن ما بين الثائد فيكتور عمر كيروز وكايل أولير قائد المقابلة. شوف اللاعب المكسيكي كيفاش يقدم في النصائح لزملائه قبل انطلاق المباراة. طبعا هذه من الحركات المعهودة قبل انطلاق المباريات الهامة، الجرينتا مهمة، كذلك العزيمة والحضور الذهني بالنسبة للاعبين. فما حديث يقولوه اللاعبين لبعضهم، يقولوش المدرب، يقولوش المسير، وطبعا ما تقولوش الصحافة والإعلام. فما حقيقة المباريات وحقيقة المجهود يعلمها اللاعبين في بينهم، هذاك علاش أحيانا نشوفوا مع بعضنا قبل انطلاق المباراة، نشوفوا اللاعبين متجمعين متحلقين 11 اللاعب، كل شيء يحكيه وذوما شي يقولوا بالضبط. فما كلام يقولوه اللاعبين أحيانا، يحكي على الرجل، يحكي على الجرينتا، يحكي على القوة، يحكي على العزيمة. دونك هذا ما فهمناه من المنتخب المكسيكي، ذلك المنتخب التشيكي يعرفوا أنها فرصة للتاريخ وأنه يوصل الدور النهائي في ثاني نسخة لمونديال الميني فوت. المنتخب المكسيكي على الورق مؤهل بالنظر للنتائج اللي قدمهم لحد الآن وطريقة اللعب اللي قاعد يلعب بها المنتخب المكسيكي، وحتى الحارس نفسه يشارك سوليس برلانديينو في أداء المنتخب المكسيكي وفي تحقيق النتائج اللي تحققت لحد الآن. المنتخب التشيكي منتخب قادم من أوروبا الشرقية، مدرسة كذلك في الميني فوت إلى جانب المجر ورومانيا، وشاهدنا كذلك المنتخبات الأخرى كازاخستان وغيرها، المنتخبات القوية اللي عندها تقاليد في الرياضة. مباراة منتظرة لأكثر من سبب على أكثر من صعيد، وطبعا الفرجة ستكون في صالح الجماهير اللي باش تتابعنا في هذا النقل المباشر. جد إذن تحية المتتبعين على قناة نسمة وكذلك الموقع الرياضي نسمة سبور.com لتابعوا فينا في هذه المقابلة النهائية الفاينل. ينطلق الفاينل ما بين المكسيك ومنتخب تشيك، كرة أولى في انطلاق المقابلة لعمر كيروز قائد المنتخب المكسيكي، يلعب كرة ورائية مع اللاعب إريرا، ومحاولة مكسيكية في بداية المقابلة وتمرير باهية الفكرة لكن ضايعة. ما نجموش بالنسبة للمنتخب التشيكي، ما نجموش نقول لكم تشكيلة مثالية، باعتبار باش تلاحظوا المنتخب التشيكي توا قداش 30 ثانية دقيقة ماكسيموم، يعني ماكسيموم باش يقوم بالتغييرات في هذه المقابلة. شوف الحارس كيفاش يتقدم، أندريش بيرو والمحاولة، محاولة رفع الكرة بالحارس بيرو لكن خاطئة، الكرة مشيت ضايع. كما قلت لكم دقيقة بالضبط باش تبدأ التغييرات في التشكيلة التشيكية، يعني منظومة كاملة حاضرة في هذه المقابلة من جانب المنتخب التشيكي وكذلك من جانب المنتخب المكسيكي. وكما قلت أنا قبيلة نبيل، الجمهور التونسي حسب يعني الاستفتاء اللي قام به السونداج اللي قام به منشط الحفل الاختتام أنيس المبروكي، الجمهور اختار يساند المنتخب التشيكي. تعرف أمين مفهوم الأمر، لأنه يعني المنتخب المكسيكي هزم المنتخب التونسي في الدورة الربع النهائي وحرم تونس من الذهاب بعيدة في هذه البطولة. طبعا هذه رد فعل بالنسبة للجماهير كلها تساند تقريبا 90% يساندوا في المنتخب التشيكي، تهتف مع المنتخب التشيكي ضد الفريق المكسيكي. قلت أمين أنت منذ حين وأنه المدرب المنتخب التشيكي اللي هو بيفدا ستانيسلاف معروف وأنه يغير، يعمل تغييرات بالخمسة لاعبين مع بعضهم، يعني تقريبا 100% يعمل تغييرات، وإلا الحارس أندريش بيرو
اليوم هل انه مش يبقى وفي لنفس الخطه، مش يعمل نفس اللي كان يعمل فيه في المباريات السابقه. يعرفوا انه منتخب المكسيكي غير المنتخبات اللي لعب معها لحد الان، منتخب المكسيكي قوي، ربما يحافظ على الاساطير نتاع الفريق نتاعو. على كل سنتابع المباراه بكل اهتمام وسندون كل الملاحظات التكتيكيه في هذا اللقاء الختامي لمونديال الميني فود اللي تحتضنه تونس. ممتازه العمليه، ينطلق منتخب التشيكي من الجهه اليمنى يراوغ، ما زالت الفرصه ممكنه، ممكن جدا في انتظار التصويب. كره اولى للتشيك، يراوغ ويمر ويصوب والحارس. اول عمليه اختيره لصالح منتخب التشيكي بعد تمريرات ثم تصويبه كانت من اللاعب جام يانكودلكا في كره اختيره برشا المنتخب التشيكي، هي الاولى اللي وصلت الحارس المكسيكي، وتصويبه اخرى وتبعد من الدفاع. هجمه مرتده معاكسه للمنتخب المكسيكي، ممكن جدا، ممكن جدا الهدف لها، يبتعد يضيق الزاويه، وما زالت العمليه وما زالت الفرصه، والدفاع التشيكي يبعد في الاخير عن طريق اوليك ميكايل. ترجع كرة للمنتخب المكسيكي، ترجع للأخضر المكسيكي اللي لحد الآن قدم مباراة كبيرة في هذا المونديال. ثم منتخب تشيكي يحاول يضغط الفريق التشيكي في الكرة الماضية عن طريق باديرا، عن طريق باديرا، والكرة تتحول للحارس سوليس بيرلاندينو. كرة الآن مكسيكية يمين في هجمة جديدة للمنتخب الأخضر المكسيكي، تفتك التشيك وترجع في وسط الميدان. باتريك لوفيك يلعب مع يان كودلكا يحاول المراوغه، لكن كروز يقص الكره، ترجع القائد الفريق كيروز، فيكتور اومار كيروز يلعب لليسار، وين موجود اللاعب مورينو. كيروز يمرر في اتجاه اللاعب منديز يحاول المراوغه، يوزع كروز في المحاوله، لكن الدفاع يتدخل، دفاع المنتخب التشيكي يتدخل، يخرج الكره للركنيه جانب من الحضور الحاضر في هذه المقابلة، شخصيات رياضية تقريبا، سفير المكسيك التحق بالمقابلة، هو كان يعد اللاعبين، قال مهما كان باش نكون حاضر اليوم الأحد في النهائي، يلتحق سفير المكسيك الموجود في الجزائر تقريبا، باعتبار أنه في تونس ما عندناش سفارة، فمش تمثيل دبلوماسي للمكسيك في تونس، أقرب سفارة في الجزائر، في الجزائر هو السفير في الجزائر، هو اللي التحق بالمقابلة هذه. هذا يدل على أهمية هذه البطولة من كذلك، لا ننسى وأن هذه بطولة مهمة، يتنقل لك سفير من بلد إلى بلد لمساندة لاعبيه ومواطنيه، فهذا يؤكد على قيمة البطولة والإشعاع العالمي اللي عرفته هذه البطولة، هذا المونديال الثاني في تونس. نعاود نأكدوا زاد خاصة التغطية الإعلامية الكبيرة لهذه البطولة، والبث المقابلات في أكثر من 50 يعني دولة، اقتنيت حقوق البث وتبث المقابلات بصفة مسترسلة، القنوات الأجنبية يعني قنوات كذلك المحلية قناة نسمة، عبر كذلك من فريق اتحاد إذاعات الدول العربية اللي يأمن هذا النقل لبعض البلدان العربية، لا أقول بعض وإنما عديد البلدان العربية، تنقل مباشرة تطلع على الهواء بمثل هذه المباريات الهامة لحد الآن، يعني إشعاع عربي أوروبي وفي كل أقطار الدنيا لحد الآن. أكيد ترجع كرة في وسط الميدان لصالح المنتخب المكسيكي، منديز غير اتجاه الكرة اليسار، لكن طويلة تمريرة منديز للاعب رودريغيز، كرة طويلة عليه باش يرجع ويغادر التشكيلة، يخلي مكانه لرقم 10 الفاريز. ترجع ميكايل اولير، كره اليمين هاكل فرانسيك، هاكل يتقدم تمشي الكره لماريك ستانيسلاف في المحاوله، ترجع الحارس اندريش بيرو يتقدم، اندريش باش يسدد، اندريش والحارس يتصدى، والهجمه المعاكسه مكسيكيه لكن تقطع من ميكايل اولير في وسط الميدان قائد المنتخب التشيكي، يقص الكرة، كانت أولى المحاولات الرسمية من المنتخب التشيكي عن طريق حارس المرمى أندريج بيرو بعد 4 دقائق لعب تقريبا، والتعادل السلبي 0-0 ما بين التشيك والمكسيك. يتواصل التعادل السلبي بين التشيك والمكسيك، والركنية الكورنر لمنتخب المكسيك ضايعة، ترجع للتشيك، هجمة معاكسة للمنتخب التشيكي، ينطلق المنتخب التشيكي ويرجع الدفاع المكسيكي يغطي، فما قبل ذلك فاول لصالح المنتخب التشيكي، فما مخالفة يعني عليه الحكم، والتغييرات تشاهدوا في تغييرات المنتخب التشيكي فرجة في الحقيقة، 5 لاعبين يدخلوا 5 لاعبين يغادروا، يعني منتخب عنده زاد بشري ثري بشكل وأنه ما يتأثرش، فما 5 لاعبين على الميدان ينتظروهم 5 على دكة الاحتياط، في كل مرة فما تغييرات، وفما بنك قوي للمنتخب التشيكي، هذا ما يخليه لحد الآن أحد أفضل منتخبات هذه البطولة. ممكن جدا التصويب عن طريق اوكي حاضر، والكره ضايعه ويصوب الان، سهله الكره عند الحارس
سوليس برلاندينو حارس المنتخب المكسيكي اللي تقريبا مثل 50% من تشكيلة المنتخب المكسيكي. تشاهدوا يطلب كرة الحارس نبيل، يعني البارح بعض الزملاء يعني سهروا لساعة متأخرة وعملوا عملية البحث، اكتشفوا ان الحارس هذا يلعب في فريق يعني فريق كرة قدم بحدش اللعب، لكن تم التفطن يعني العملية بصفة متأخرة، هذاك علاش يعني فات كل شيء، ما عاد ينجم يعمل شيء المنتخب التونسي بعد ما تم اكتشاف تدليس ربما بعض اللاعبين من قبل المنتخب المكسيكي. هذه من عندك كمين سمعتها الآن. في الحقيقة المنتخب المكسيكي ظهر وأنه عنده لاعبين يعني ممكن يشمل يكونوا محترفين. مش من عندي، هذه من المواقع طبعا، من المواقع يعني الجامعة المكسيكية، يعني من مصادر صحيحة. مصادر صحيحة. المنتخب التونسي كان مطالب أنه يعمل مثل هذه البحوث وطبعا يتحرك قبل البطولة من أصله، يعني ما نفش عمل احتراز الآن فات الفوت وما عادش ينفع، دونك من نجم نقولوا كان هارد لك المنتخب التونسي، وإن شاء الله في المناسبات القادمة. المنتخب المكسيكي ظهر وأنه عنده لاعبين محترفين من مستوى عالي، معناها يلعبوا فوتبول 11 ومستنسين باللعب وبالكومبيتيشن ومستنسين بالمباريات الكبيره. كوره الان للمنتخب التشيكي تمشي من الحارس التشيكي بلادا للحارس الثاني، هذا الحارس الرديف الاحتياطي يمين دياغو رينا، لانه الحارس برلاندينو سوليس مازال الان ما نزلش الميدان، مازال ما شاركش في المباراه الختاميه. حارس يمثل قلت وزن كبير في منتخب المكسيكي، مهم جدا وجوده الحارس سوليس. ربما المدرب ريني أورتيز نافارو مازال يحافظ على بعض الأوراق المهمة، لأنه يعرف أن مباراة طويلة تدوم أكثر من 50 دقيقة، مباراة نهائي. والتصويبة مازالت الكرة في الميدان، مازالت الكرة في الميدان تخرج الآن، والتماس دائما مكسيكي لصالح التشكيلة المكسيكية. كرة المنتخب المكسيكي ثم تفتك من روزو، ترجع للقائد أوليك، توزيعة ممتازة يلحق لها، خرجت الكرة وما التحقش اللاعب التشيكي في اللقطة الماضية سالار ميكال. ميكال سالار يتعرض للإصابة بعد عمل مجهوده في الحقيقة الالتحاق بالكرة، ممكن ان فو موفمون يخليه هاي الاعاده من قدامك، هاي الاعاده يطلب التغيير، شوفوا يطلب التغيير، هو عادي التغييرات عندهم حتى من غير اسابه قاعدين يغيروا. المره هذه هو المره يعني. هذه الزرار التغيير في تشكيله المنتخب التشيكي للاصابه، يخرج طبعا سالار ويدخل جان في تشكيله المنتخب التشيكي. صفر مقابل صفر، نذكر بالنتيجه والاطار، الدوره النهائي لمونديال الميني فود اللي تحتضنها مدينه نابل من 6 إلى 15 من شهر أكتوبر 2017، طبعا الحدث في تونس، ونابل أصبحت ملعب كبير يحتضن 24 وفد من كامل أصقاع الدنيا، والكرة ما زالت متواصلة المنتخب التشيكي وتمشي الآن بعيد على المرمى. كانت فرصة مواتية للمنتخب التشيكي لافتتاح التسجيل والوصول لمرمى منتخب المكسيك في بداية المباراة. تأخر ربما اللاعب المهاجم بعد ما اندفع، ولا ثم ربما عملية دفع خلته ما يخلطش على الكرة، بس يرجع للمحاولة المكسيكية، محاولة مكسيكية عن طريق اللاعب منديز يلعب مع حرام لليمين، وين موجود اللاعب رقم 11 رودريغيز. كرة دور من لقائد الفريق فيكتور عمر كيروز، ثم بريسينج من جامعة من منتخب التشيك على حامل الكرة، كرة تمشي للهجوم المكسيكي، تقطع من المنتخب التشيك. أندريج بيرو يعكس الكرة يحب يغير اتجاهها، وثم كرة ضربت في اللاعب المكسيكي، زاد فيها شوية اللاعب المكسيكي، تعرض ضربت فيه الكرة، لكن يلزم يقوم. فما شويه اندفاع امين، بكل امانه في بدايه المباراه اللاعبين يحبوا يربحوا ويحبوا يفوزوا، وفما شويه اندفاع من جانب المنتخب التشيكي. شاهد العمليه هذه كانت قويه، شاهد قويه شويه. لاعب رقم 11 قويه برشا، ضرورتي ما خطفتش يعني، كانت ثمانيه للمس اللاعب، لكن ما خطفتش المحاوله. ماريك ستانيسلاف دخل بقوه، لانه سجل البارح هدف جميل، نحبوه اللعب هذا، لكنه في الكره الماضيه كان تدخل فيه شويه قوه، فيه ندوزي شويه قوي
اللاعب المكسيكي. على كل تتوصل المباراة متعادلة 0-0. مكسيكية لأن الكرة تتحول ويتفطن الدفاع التشيكي، يتفطن الدفاع التشيكي مباشرة للحارس روزوليك جان. كرة من اليمين، كرة من اليمين للمنتخب التشيكي دائما. التصويبة والحارس، حارس المكسيكي في المكان المناسب يوقف كرة كانت تخطيره. تمشي من أوليك، ترجع للحارس بيرو. تصويبة جانبية بعيدة، بعيدة على المرمى. الكرة هذه كانت من اللاعب جان. ترجع كرة مكسيكية، ترويض خاطئ، كرة في التوش، توش المنتخب التشيكي باش ترجع عن طريق اللاعب ميكائيل سلاك. ميكائيل سلاك في تنفيذ التوش، يجي بحذاه ريزمي، يلعبها للحارس، حارس أندريش بيرو. بيرو بيرو يغير اتجاه الكرة اليسار، وين موجود القائد أوليك، ميكائيل أولير. من جديد الكرة اليسار، ماريك، ماريك ستانيسلاف، ماريك، ماريك ستانيسلاف. ترجع الحارس أندريش بيرو يطولها، الترويض من ميكائيل أولير، ميكائيل أولير يحافظ على الكرة، طيب التمرير، ماريك ستانيسلاف، ستانيسلاف يغير اتجاه الكرة اليمين، وين موجود توماس ريزني، توماس ريزني يلعب واحدة اثنين، ترجع له تسديد فوق المرمى. باهي الفكرة من توماس ريزني، يلعب واحدة اثنين مع يولونوفسكي والتسديدة فوق المرمى بقليل. محاولة خطيرة لصالح المنتخب التشيكي، هذه الإعادة انطلقت من ريزني رقم أربعة، واحدة اثنين ويشوت فوق المرمى، تبقى نتيجة على حالة 0-0 بعد 14 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من الفاينل ما بين التشيك والمكسيك، والتعادل كما قلنا 0-0. فرص ماهيش برشا أكيد في دور النهائي، تتغير ثوالي ثم برشا حسابات وبرشا تولي يعني برشا قرارات تكتيكية ولا نعم. الأمور هذه تضغى شوية على المقابلة، خاصة المدربين، كل واحد يعرف أنه يلعب في دور نهائي ما يحبش يخسر، يلعب أكثر ربما باش يحمي روحه ويدافع ويلعب الكونتر أتاك بطريقة ربما فيها أكثر نجاعة، يبحث عن نجاعة في هذه المقابلة. فما ضغط كذلك على اللاعبين، ما همش مصرحين لحد الآن اللاعبين، ما زلنا نشاهدوا في مباراة مغلقة في وسط الميدان. المنتخب التشيكي كالعادة يعمل تغييراته الآن. تماس ولا توش؟ لا في بالي توش زي ما تحبوا. المهم انه الكرة الآن عند المنتخب المكسيكي. بعض اللقطات الطريفة لأنه الكرة أحيانا تنهال على المنصة كذلك. والكرة أعتقد أنه لمست حتى الكأس. الكرة كانت تداعب كأس العالم منذ حين بعد التصويبة اللي مشيت جانبية. أمامكم بعض الصور طبعا للمنصة هنا الشرفية والحضور للسيدة وزيرة الرياضة مجدولين الشهري، بالإضافة طبعا لعماد الجبري كاتب الدولة للرياضة، مصحوبين بالسيد ولينا، بالإضافة لبعض ممثلي السكادي والمسيح المعتمدين في تونس واللي حضروا هذا الدور النهائي الهام طبعا لمونديال الميني فوت اللي تحتضنه تونس، حدث تحت عالمي مهم. شعار كلنا تونس كلنا ميني فوت، كلنا تونس كلنا ميني فوت بالفعل، هذا شعار البطولة. تمشي كرة اليسار دائما للمنتخب المكسيكي ويحاول يحتفظ بالكرة، لاعب رقم 10 للمنتخب المكسيكي، وطبعا كاد يضيعها اللاعب بوغرا مورينو ألفاريز. ممتاز المنتخب التشيكي في الترويض والخروج بالكرة بسلاسة من مناطقه ثم يرجع للحارس دائما بكرة سهلة عن طريق بيرو، حارس بيرو أندريج. كرة لمنتخب التشيك توصل الآن، توصل الآن لمناطق الفريق المكسيكي. جول 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 جول، هدف أول للمنتخب التشيكي، هدف جميل لمنتخب التشيكي، هدف أول لتشيكيا طبعا عن طريق بولاي بعد عمل ممتاز جدا واسيست رائع. كرة هدف أول للمنتخب التشيكي في الدقيقة 16، تغير النتيجة في ملعب المونديال بمدينة نابل، تشيكيا تتقدم في النتيجة هدف مقابل صفر بعد اسيست ممتاز جدا من سولار، ثم ينهيها
طبعا اللاعب رقم 10 بولاي في شباك الحارس الإسباني أو عفوا المكسيكي بيرلاندينو، كرة هدف أول. إذن في الدقيقة 16 تتغير النتيجة، المنتخب التشيكي يأتي بالخبر السعيد لجماهيره الحاضرة وللجماهير التونسية المساندة كذلك في مدرجات ملعب المونديال. هدف مقابل صفر للمنتخب التشيكي أمام الفريق المكسيكي المطالب بالعودة في النتيجة بسرعة، لأنه منتخب تشيكيا جاهز بدنيا لحد الآن وعرف يأخذ مباراة أمين بعد 17 دقيقة وعرف يوصل للشباك، خاصة عملية هدف يعني اللي كما نقولوا احنا ينسيك يرقدك شوية ومن بعد ينتفض يعني من جهة اليسرى. كانت محاولة من يان كوديلكا هذايا صاحب المحاولة اللي انطلقت منها الهدف، صاحبة اللاعب باتريك لوفيك اللي عمل الاسيست الممتازة. وهذه المحاولة ما زال أندريش باديرا في المحاولة تمشي توش لصالح المنتخب التشيكي. المازال يحاول يحب ربما يدعم. شوف اللاعبين شو يعملوا. اللاعبين مش يدوروا مع بعضهم، يدوروا بعد كل واحد يتمركز ويطلب الكرة طريقة ربما فيها برشة تمويه على المنافس. هذه خطة يستعملها المنتخب التشيكي اللي يرتكب بالمخالفة حسب إشارة محمد فارس القوي، يعتبر كفران ضد المنتخب التشيكي في وسط الميدان. هذا الحكم التونسي المتألق محمد فارس القوي، يعني قوي برشا قوي في الميني فوت، تبارك الله عليه. وشفناه جماعة في الماتشوات، شفنا مجدي الهاتفي تبارك الله عليه ملاعب زاد الكرة، لعب معنا اليوم سجلوا هدف اليوم، سجلوا هدف حمدي الأحمر ومجدي الهاتفي، بينما فارس ربما كان مركز. ومجدي الهاتفي أدار المباراة الثانية نصف النهائي البارح سيمي فاينل بين التشيك وإسبانيا. فوالا هذا كونتر أتاك لصالح المنتخب التشيكي، كونتر أتاك، الكرة تمشي لليمين، حرام رويز وفيكتور أومار كيروز، وخطيرة ويدخل يوفولوفسكي يبعد الكرة للتوش لصالح المنتخب المكسيكي في التنفيذ. عن طريق اللاعب رقم 8 هيريرا يلعب مع فيكتور أومار كيروز. جديد محاولة مكسيكية، محاولة المكسيك للعودة في النتيجة، تابع المحاولة التسديد، والحارس أندريش بيرو يتألق يخرج الكرة، براد حلوة من الحارس، شوف الإعادة وقوة التسديد، والحارس بزوز جديد يخرج الكرة للركنية، ركنية المنتخب المكسيكي. كرة جو الحارس بيرو في الكرة هذه، طبعا أندريش بيرو يوقف كرة قوية برشا كانت ماشية لشباك منتخب التشيكي، لأن رد فعل الفريق المكسيكي كانت قوية كذلك. يحاول المنتخب المكسيكي لأن يلتقط كرة فضائية ترجع المنتخب التشيكي وترجع للدفاع المكسيكي، متمركز المدافع المكسيكي طبعا في الكرة الماضية إيغو رودريغيز. إيفان يحاول يمر إيفان ويصوب، وكرة تخطئ المرمى، كانت ماشية للشباك ثم تخطئ المرمى في اللحظات الأخيرة. المباراة نهائية بالفعل، مباراة نهائية في حجم المنتخبين وفي سمعة المنتخبين، يعني مش من الهين والسهل أنه بعد 6 مباريات تلقى التشيك وتلقى المكسيك اللي قدموا أفضل أداء وأفضل نتائج في هالبطولة. طبعا نهائي محترم جدا لحد الآن، يشيخنا كورة، يمتعنا في هذه المباراة. الجماهير الحاضرة ما تندمش اللي موجودة في مدرجات ملعب المونديال، وكذلك المرابطة أمام شاشة نسمة لمتابعة هذه المباراة الختامية والنهائي الفاصل. طبعا اليوم سيتم الحسم وفك الارتباط بين إسبانيا والتشيك، من سيحرز النسخة الثانية من بطولة كأس العالم. كورة لا تشيكية والدفاع يحط كرة في الكورنر. فقط يعني توضيح، عندك مشكل يعني مع إسبانيا، هذا كله حبيت إسبانيا تهز تيتر وتطلع حب إسبانيا. حبيت إسبانيا لكن اليوم الخمسة يعني زي تتعاود مع المنتخب الإسباني اللي كنا له كل الاحترام واكتفى بالمركز الرابع في هذه البطولة وهذه الركنية. كوديلكا في التنفيذ يلعب الرقم 6 هاكل فرانس تيك هاكل كما جيت المرة هذه ما كانتش التسديدة مؤطرة. هذا هيكل قلتها هاكل طبعا هاكل لاعب المنتخب التشيكي رقم 6، كرة بعيدة برجع، كرة في وسط الميدان. إذا المنتخب المكسيكي ريفيليز ترجع ورائية للدفاع عن طريق رقم 5 أورتيغا ريفيليز يحافظ على الكرة، يحاول يلعب 1-2 ريفيليز ويدخل الدفاع المنتخب التشيكي
ويخرج الكرة للتوش، توش تتنفذ للحارس دييغو رينا. دييغو رينا ثم بحذاه رقم 8 يلعب 1-2، والريفيليز لليسار لليسار، محاولة اختراق دفاع المنتخب التشيكي. المنتخب التشيكي قاعد يلعب، وهذه فرصة التعادل، والحارس برافو برافو الحارس أندريش بيرو. أندريش بيرو يتألق، هذا يزمو بيرو زدامين، هذا مدير مش حارس. هذا ممتاز جدا لحد الآن، يعني واقف سد منيع أمام المنتخب المكسيكي، يمنعه من العودة في أكثر من مرة. حارس يعني بألف رجل لحد الآن يمكن المنتخب التشيكي أنه يبقى في المباراة ويبقى متقدم في النتيجة. أكيد واحد بليش بعد 22 دقيقة و30 ثانية في زمن هذا الشوط الأول الأسبقي المنتخب التشيكي، لكن ما زالت المقابلة مفتوحة وخاضعة يعني كل الرهانات ممكنة في هذه المقابلة. يتدخل ميكايل أولير قدام المهاجم ريفيليز، ثم ماريك ستانيسلاف يضغط ماريك ويرتكب الخطأ، يرتكب الخطأ، ثم ربما دفع أو توش توش توش، يقول فارس فارس والمتفرج فارس يقول توش للفريق هنا فاول، هنا فاول ولا فاول، هنا مخالفة للمنتخب التشيكي لدفاع التشيكي بعد تدخل عنيف من اللاعب المكسيكي. ترجع كرة للمنتخب التشيكي، تتحول عرضية في اتجاه الحارس أندريش بيرو، يلعب طويل يحاول يعمل رولونس، وفما مخالفة أخرى، يندفع المنتخب المكسيكي في اللحظات هذه ويرتكب أخطاء عديدة عن طريق خيل كوريل كروز رقم 7، يتدخل بقوة مع الحارس، يتدخل بقوة هنا مع الحارس أندريش. وطبعا مازال الحارس المنتخب التشيكي على أرضية الميدان يعرف قوة هذا الحارس وقيمته، وطبعا يعرف كذلك مساهمته الفعالة في النتائج بتاع المنتخب التشيكي. كرة تلعب الآن من أندريش، يطول كرة يلعب رولونس مع زملائه في اتجاه زميله رقم 14 للمنتخب التشيكي توماس كونسكا. تمشي كرة الآن للمنتخب المكسيكي عن طريق القائد رقم 23 للمنتخب المكسيكي فيكتور كيراي، وكرة ضايعة تمشي للتماس. فما علاش من نحب إسبانيا؟ تعرف علاش نحب إسبانيا ولا؟ خاطر كريستيانو يلعب في إسبانيا. طبعا على خاطر ريال مدريد، ريال مدريد البارحة فاز 2-1 مع خطف، فقلت ليش برشلونة ايش عملت؟ برشلونة تعادلت مع أتلتيكو 1-1 وشوي لا خسر. هاي الحمد لله الآن خمسة نقاط فارق الآن. كرة للمنتخب التشيكي، لا 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 لا، المنتخب المكسيكي يمنع تشيكيا من إضافة هدف ثاني قد يكون قاتل في نهاية الفترة الأولى، ثواني قليلة قبل نهاية ال 25 دقيقة الأولى من عمر الفيرست هالف في هذه المباراة النهائية لمونديال الميني فوت. كرة تتلعب الآن عرضية لصالح المنتخب المكسيكي، يتقدم المكسيك في اللحظات الأخيرة من أجل إدراك التعديل. كرة رقم 10 ألفاريز مورينو بوغرا، مازال عنده كرة ألفاريز، مازالت كرة للمنتخب المكسيكي، يضغط الفريق التشيكي في وسط الميدان، يلعب البريسينج منتخب التشيكي، يلعب البريسينج على المكسيك، والمكسيك تضيع الكرة في الثواني الأخيرة. اقتربنا من نهاية الشوط الأول 1-0 دائما لصالح الفريق التشيكي أمام نظيره المكسيكي. كم سيضيف الحكم طبعا في الوقت الضايع في نهاية هذه الفترة الأولى، نعرف أنه الوقت الأصلي الريجلمونتير 25 دقيقة بالضبط، يضيف الحكم بعض الدقائق. كرة التشيكي، هل تستغل التشيكي الوقت المضاف؟ هدف ثاني، جول 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 جول، هدف ممتاز جدا لمنتخب التشيكي عن طريق ماريك ستانيسلاف. ماريك ستانيسلاف قلت لحظات قبل ما يسجل، هل يستغل المنتخب التشيكي ما سيضاف من وقت من اديشنال تايم في نهاية الفترة الأولى؟ يستغلها منتخب التشيكي ويسجل هدف جميل يا أمين، هل يؤمن بها النتيجة قبل العودة طبعا في الشوط الثاني؟ جيست تكنيك ممتاز جدا مع نهاية إذن الشوط الأول بتقدم المنتخب التشيكي أمام منتخب المكسيك 2-0 في نهاية الشوط الأول. باش نمشيو يظل الفاصل إشهاري ثم نعود لمتابعة فعاليات الشوط الثاني من هذه المقابلة. زينب اليوم عيد ميلاد عرسي انا وامكم في بالي، وهيك من الصباح تستنى في الكادور باش تجيبولها. استنى ما تقوليش نسيتو. هلا
غالب اليوم عطيت نهار مليون ريون ونسيت الكادو. اوه يا با، حتى المفلوغيست نتاع الحومه سكر. باهي، باش هو الحل توا. استنى، هات لي تليفونك، تراه لقيت لك اقوى كادو، سيرفيس كادونيت، هدي لها انترنت في تليفونها. فكره هايله هذه يا زينب. مع سيرفيس. And I think we're gonna win if we do the things that we did the last games. Thank you, Martinez. ننتظروا شوط ثاني. كما سمعت منتخب المكسيك قالك برشا حاجات ما عملناهاش، لازمنا نلعبوا اقوى من هكا، لازمنا خلينا نقولوا نترجموا لعبنا ونسجلوا. نخلي المشاهدين يتابعوا الشوط الثاني مع كل من المعلق امين بالحسن ونبيل الخيرات. ان شاء الله مشاهده طيبه. ما فما سبيسيفيسيتي في اللعبة؟ لا، وفي التظاهرات الكبيرة شفنا في العديد من التظاهرات الكبيرة أنه يعني يتم الاستنجاد ب يعني شركات عالمية من خارج تونس لتأمين النقل للمقابلات. اليوم في كأس عالم تنظمها تونس، أيادي تونسية، يعني إخراج تونسي، تصوير تونسي، كل شيء تونسي 100%. يعني الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه هذا تونسي 100%. وحتى زاد الكافيات والإطارات اللي خدمت على مستوى التنظيم أمين، وعلى مستوى الإعلام، وعلى مستوى الاستقبال الوفود، وكله زاد إطارات تونسية تستحق كل الاحترام وكل التقدير على المجهود اللي قدمته. طبعا عمل بتاع مجموعة تيم، يعني خدم خدمة حلوة لبلاده. الحمد لله، لأنه الحلمة من الأول كانت صعيبة. المونديال هذا ولد حلمة من الأول، وحلمة كانت صعيبة، فما شكون صدقها، فما شكون ما صدقهاش، فما شكون آمن، فما شكون شوش على العملية. نعم، الآن الأمور ظهرت معناها الحقيقة، فما خدمة صحيحة والخدمة تجيب، والحمد لله معناها أنه المونديال تنظم، والمونديال اليوم يوفى، وتقعد كان طبعا الذكريات الباهية، وتقعد كان الخدمة اللي تجيب وصورة تونس. كرة الآن للمنتخب المكسيكي، يرجع المنتخب المكسيكي في هجمة جديدة في بداية الشوط الثاني، البحث على تذليل الفارق والتأكيد ولما لا التهديف، لأنه المنتخب التشيكي 2-0 في هذه حد الآن، وضعيته صعبة الفريق المكسيكي، مطالب بالتسجيل، هذاك علاش يبحث على التصويب من كل الأماكن. مازال أمامه شوط واحد، شوط ثاني حاسم وتنتهي بعدها المباراة. كرة الآن الفريق المكسيكي بعيدة، لا مش بهذه الطريقة يتوصل المنتخب المكسيكي لمغالطة الحارس أندريج بيرو. حارس عملاق أندريج بيرو، حارس منتخب التشيك. يعني بعض اللقطات اللي عودهن زملائنا، حارس متألق، حارس عنده نصيب كبير في تقدم التشيك في هذه المقابلة لحد الآن. وكرة جانبية محاولة خطيرة من كريستيان رامان خيمينيز، صاحب المحاولة الأخيرة في التسديد باليسار. شوف التسديد يسارية، كان حتى الحارس ماسكي، لكن الكرة مرت جانبية، تبقى النتيجة على حالة تقدم تشيك 2-0 أمام منتخب المكسيك. تشيك نذكره بالأزياء الحمراء والمكسيك بالأزياء الخضراء. المكسيك في الهجوم يتقدم كروز، وثم خطأ يعلن عليه محمد فارس تقوي للاعب رقم 11 هوغو إيفان رودريغيز لاعب المكسيكي، وينبه الحكم من أجل تنفيذ الكفران من مكان التنفيذ. والمخالفة باش ينفذها الرقم 11 رودريغيز يمررها لفيكتور أومار كيروز، والمحاولة مازالت مكسيكية داخل المناطق العمليات، وتضيع الكرة، تضيع على المنتخب المكسيكي، وترجع سهلة للحارس في انطلاقة عملية جديدة. يدخل الحارس صديقك برنالدينو سوليس، يدخل برناردينو سوليس للتشكيلة طبعا، لأنه المنتخب المكسيكي الآن متأخر 2-0 قبل هدفين. الحارس الاحتياطي في تشكيلة المنتخب المكسيكي اللي هو دييغو رينا الآن يلتحق برناردينو سوليس بتشكيلة المنتخب المكسيكي، لكن إن شاء الله ما يكونش التغيير متأخر نوعا ما بالنسبة للمدرب ريني أورتيز نافارو، لأنه الآن مهمة مهاجمين، لأن شغل مهاجمين مش حراس. وكرة مرة جانبية اختيرة برشا المنتخب التشيكي، اختيرة الكرة هذه المنتخب التشيكي. وبصراحة أنا واحد من الناس متمنيتش المنتخب التشيكي يسجل الآن، لأنه يقتل المباراة وينتهي هذا الدور النهائي 3-0. صعب التدارك وقتها، نقول وأنه الأمور تحسمت بنسبة 90%. إن شاء الله تقعد هكا، وإن شاء الله المنتخب المكسيكي يسجل باش تحلى المباراة وتحلى الفرجة وتصبح أكثر تنافسية هذه المباراة النهائية، هذا الفاينل المهم جدا بين مكسيكو وطبعا ريبابليك
اوف تشيك المنتخب القوي اللي لحد الان وفي لسمعته في هذه البطوله. منتخب تشيك اللي يلعب بشكل جيد ويراقب المباراه شاهدوا ويفرض على المنتخب المكسيكي انه يخطئ ويضيع كرات سهله. منتخب المكسيكي اخطاء مباشر لحد الان يهدي بها انتصار 2-0 لمنتخب تشيك اللي يبدو وانه قاعد يساير ويجري في المباراه بشكل جيد وممكن ياسر التصويب. لا فما ضربه زاويه لكن الحكم يقول وانه الكره تعود الدفاع المكسيكي. الحقيقه نبيل يعني المنتخب التشيكي يتعامل مع جميع المباريات بنفس الاسلوب يعني كانه في حصه تدريبيه يلعب ياخذ راحته ويغير ما يتلفتش برشا للنتيجه يلعب مرتاح بكل ثقه ونتيجه تجيب نتيجه تجيب. هذه محاوله فوق المرمى من لاعب رقم 9 الريفيليز كان بنك بدلاء المنتخب التشيكي كالعاده بقياده جيالينكا لوبيز مدرب الفريق. هذه المره هذه المره هذه سطحها اندريش بيرو شويه ضغط عليه خلاه يخرج كوره ما خرجهاش نظيفه كالعاده. اندريش بيرو رجعت للمنتخب المكسيكي عن طريق رقم 16 اسبينوزا. اسبينوزا تخص الكره من باتريك لوفيك. باتريك لوفيك يمشي يضغط على الحارس ولكن يتراجع يخلي الحارس يلعب الكره من جديد مع اللاعب رقم 10 الفاريز مورينو. الفاريز لليمين محاوله للجانب المنتخب المكسيكي تمشي الحارس برنالديز سوليس يلعب مع رقم 4 خيمينيز شوف صعوبات التمرير من جانب المنتخب المكسيكي يحاول يتوغل في دفاع المنتخب التشيكي لكن مسكره يظل لي لا شوف معي امين لان نظره شامله فما ريدو اول فيه ثلاثه لاعبين وفما الثاني فيه زوج لاعبين. منتخب التشيكي يلعب دو ريدو فما الاولاني فيه ثلاثه والثاني فيه اثنين بشكل وانه ما يخليش الفريق المكسيكي يلعب على راحته. هذاك علاش المنتخب المكسيكي يلجا للتصويب يسدد من يجي المهم وانه ما ينجمش يوصل الكره بالشكل اللي حاب عليه. تمشي كره الان تماس للمنتخب التشيكي تخرج من الحارس تتحول للجهه اليسرى ما زالت للفريق التشيكي ثم للحارس مرة أخرى أندريش بيرو. محاولة إذن المنتخب التشيكي يدور ويوزع اللاعب توماس ريزني هو صاحب المحاولة الأخيرة من جانب المنتخب التشيكي. كرة في وسط الميدان وثم مخالفة يرتكبها ماريك ستانيزلاف صاحب الهدف الثاني على اللاعب المكسيكي. كرة مكسيكية محاولة التوغل من اليمين يرجع كرة لكروز. كروز يرجع التالي والكرة تبقى مكسيكية تدور بطريقة سلبية ويقطعها الدفاع المكسيكي التشيكي بكل سهولة. هذا توماس ريزني يحافظ على الكرة يدز به الكرة ويحافظ على الكرة يخليها لصالح المنتخب التشيكي. قلت يعني فنيات كبيرة للمنتخب التشيكي تخليه يلعب كل راحة حتى عملية الضغط تخلي المنتخب المكسيكي يدخل بعضه رابيدمون ويخرج كرة يعني للتماس بطريقة يعني سيئة الإخراج كما يقولوا بالعربية الفصحى. كرة تمشي من الحارس أندريش. كنت مين حكيت على أندريش أنت موضوحين قلت أنه اول مره يغلط بعد كره لانه الرولونس تبدا من الحارس اندريش بيرو. في الحقيقه في كل المباريات اللي شاهدناهم الحارس اندريش هو اول لاعب يخرج كره نظيفه لزملائه هذاك علاش يخلق التفوق العددي لصالح المنتخب التشيكي. سوليس الان يتقدم لوسط الميدان يلعب بالنار شويه المنتخب المكسيكي الان يلعب كل القدام ويخاف من الهجمه المرتده للفريق التشيكي لانه اي هجمه مرتده لمنتخب تشيكيا ينجم يقضي على احلام الفريق المكسيكي في العوده في المباراه. قلت انه يلعب بالنار حتى سوليس نفسه بيرلاندينو قاعد يتقدم المنتخب المكسيكي ويعرف في مناطقه الخلفيه هذه طبعا وضعيه ينجم يستغلها منتخب تشيكيا لاضافه هدف ثالث ينهي بها المباراه. الكره للتماس لصالح الفريق المكسيكي تلعب في اتجاه بيرلاندينو يلعب لليمين لصالح زميله طبعا اورتيغا انريكي. كره الان مكسيكيه للجهه اليسرى لمنديز ايرام منديز رويز والكره ضايعه ترجع للفريق المكسيكي.
يحاول المنتخب المكسيكي ويعرف أنه مهمته صعبة في هذه المباراة. كورنر لمنتخب المكسيك، ضربة زاوية على يمين الحارس التشيكي أندريش بيرو مرفوعة في القائم الثاني وترجع بسهولة للمنتخب التشيكي. يلعب الآن بكل راحة، يراقب المباراة بشكل جيد ويلعب مرتاح المنتخب التشيكي بدون ضغوطات، ما فماش ستريس على اللاعبين وما فماش ضغط كبير، والتصويبة أرضية يربح ضربة زاوية المنتخب التشيكي بعد ما لمست أحد اللاعبين من منتخب المكسيك اللي هو فيكتور عمر كيروز. يغير المنتخب التشيكي مرة أخرى، واللاعبين يدخلوا الآن ينضموا للتشكيلة. الفريشور فيزيك مهمة في مثل هذه المباريات النهائية، طبعا المعطى البدني الآن بدأ يتقلص بالنسبة للفريق المكسيكي، والمنتخب التشيكي حاضر أفضل بكثير لأنه يعمل ويجري تغييرات مستمرة يخلي اللاعبين كلهم تقريبا في نفس الجاهزية البدنية. قلت الفريشور فيزيك مهمة الآن بالنسبة للفريق التشيكي، يلعب على البعد البدني والعمل البدني في نهاية المباراة في الشوط الثاني بعد ماراثون من اللقاءات امتد على طبعا أكثر من أسبوع. الفريق التشيكي الآن منتصر 2-0، والفريق المكسيكي يلعب توش من أجل العودة، لكن يلزم بعض الرتوش. هامين أكيد يلزم بعض التعديلات في تشكيلة المنتخب المكسيكي لإيجاد الحلول. المحاولة ما زالت متواصلة، فما سلاك على أرضية الميدان تتواصل المحاولة، ونشوف سلاك ميكائيل سلاك على أرضية الميدان يوري المكان اللي صار فيه التدخل فيه وعليه من لاعب رقم 17 لاعب المنتخب المكسيكي. استرجع إذن الكرة لصالح المنتخب التشيكي، يرجع الكرة ميكائيل أولير كابتن التشيك، يقص الفريق المكسيكي، وثم مخالفة، ثم مخالفة ربما الإنذار الأول، باش يخرج الماريك ستانيزلاف. ماريك ستانيزلاف ينبه عليه الحكم، ربما الحكام يحبوا المقابلة تكون نظيفة اليوم، حبوها نظيفة ما يحبوش يخرجوا أوراق، ربما خاطر ماريك ثاني ولا ثالث مرة يرتكب الخطأ، سامحوا، ينبه عليه من جديد. وهذه محاولة المباغتة، كرة أرضية مباغتة من ريفاليز إريك تافار ريفاليز لاعب المنتخب المكسيكي في المحاولة، لكن الكرة مرت جانبية لمرمى الحارس أندريش بيرون تشيك. لعب بكامل العناصر باستثناء الحارس الثاني حارس بلادة، لم يقع استعماله في هذه المقابلة من قبل المدرب جالينكا لوبيز. يان كوديلكا في المحاولة من الجهة اليمنى، كوديلكا يلعب ورائية كوديلكا مع هاكن للحارس أندريش بيرو طويلة من بيرو طويلة، ثم باتريك لوفيك في استقبال الكرة، لكن يدخل الدفاع وجانب كالعادة من المنصة الشرفية الحاضرة في هذه المقابلة، الشخصيات الحكومية الحاضرة لمتابعة الفاينل ما بين المنتخب التشيكي والمنتخب المكسيكي. ترجع الكرة لتوماس ريزني أو اللاعب رقم 2 يان بوزيليك ليأخذ كذلك مكانه في التشكيلة. والمحاولة تتواصل، المحاولة التشيكية، يرجع الدفاع 1-2 كوديلكا، ثم خطأ من الهجوم التشيكي على منتخب المكسيك، وتبقى النتيجة على حالة 2-0 لصالح المنتخب التشيكي. وكادي باغت رقم 11 ألفاريز أو رودريغيز كان يباغت دفاع المنتخب التشيكي في المحاولة الأخيرة، وترجع من جديد المحاولة للمنتخب المكسيكي. كرة الآن مكسيكية عن طريق فيكتور عمر كيروز، مازال كيروز لا يصو بعيد كل البعد، خارج الميدان وخارج الملعب كمان بعيد حتى على المدارج، كيروز يصوب كرة بعيدة، وهذا يعكس طبعا الوضعية الذهنية اللي فيها المنتخب المكسيكي اللي ما لقاش الحلول، لأنه لما تغيب الحلول الجماعية فإنه اللاعب يبحث على حل فردي قد يجدي وقد لا يجدي، وهذا ما ساير لحد الآن بالنسبة للمنتخب المكسيكي. ممتاز المراوغة، الدفاع قوي واعتراض بدني، ومازال يحافظ على كرته، يربح المخالفة اللاعب المكسيكي الرامن خيمينيز. مازالت كرة مكسيكية الآن، يدور ويصوب ويربح الكورنر، ضربة زاوية لصالح المنتخب المكسيكي. المنتخب المكسيكي لحد الآن عمل باركور ممتاز، وصل للنهائي، لكنه اليوم لقى فريق آخر غير كل الفرق اللي قبلها، غير أمريكا وغير منتخب تونس وغير منتخب السنغال.
منتخب تشيك اللي سبقته سمعته لهذه البطولة وكان منذ البداية المرشح نمبر 1 لأحراز المونديال. كرة تمشي الآن للمكسيك، تمشي للمكسيك بالزي الأخضر المكسيكي. جانبية الكرة هذه كانت خطيرة من هيغو إيفان رودريغيز، كان بإمكانه مبغت الحارس المتألق للمنتخب التشيكي، طبعا من يكون غير الحارس ساندريش بيرو يلعب مباراة كاملة لحد الآن، والمدرب التشيكي لم يغير على مستوى حراسة المرمى لأنه استعمل بلادة يوم أمس، ارتكب بعض الأخطاء في مباراة النصف النهائي أمام إسبانيا، خير اليوم يلعب بالحارس أندريج يبعد على كل المجازفات وكل المغامرات ويركز مع الحارس أندريج. شاهدوا الخطأ الدفاعي، الخطأ هذا ممكن يكلف المنتخب التشيكي هدف. كاد يتوصل منتخب المكسيك لتذليل الفارق وربما قلب المعطيات والطاولة على المنتخب التشيكي بعد خطأ على مستوى الدفاع وحراسة المرمى. هذه يقول لك يقوى عليك ربي اعطيتها له طول يعني. والله العظيم كاد بالمنتخب المكسيكي ولو انه امين الحارس ما عندوش حتى دخل في الحكايه هذه، الدفاع يرتبك واندريج حاول ينقذ الموقف ولكن المنتخب المكسيكي ضيع فرصه ذهبيه لتذليل الفارق وما زالت العمليه متوسطه، الدفاع ارتبك واندريج كاد يدفع الثمن والكره تمشي الان تماس. فريق المكسيكي يربح الدقائق ويربح الثواني وحتى اجزاء الثواني لانه يعرف وانه الوقت ماهوش في صالحه وانه مجريات المباراه ما تخدمش مصلحته ويعرف وانه الصافره قد تاتي بعد دقائق لتنهي احلامه في هذا المونديال التونسي في نسخته الثانيه. كره الان لمنتخب تشيكا يحاول يعكس الهجمه، الكامباك صعيب والعوده صعبه للفريق المكسيكي في المباراه. كره لتشيكا، تشيكا تشيكا باليسار والحارس ينقذ سوليس، بيرلاندينو سوليس في دور القديس في هذه اللقطة وينقذ المنتخب المكسيكي من كرة هدف ثالث. أما الكفران كفران في وسط الميدان لكروز، كروز يلعب مع رقم 8 هيريرا، هيريرا والمحاولة ما زالت عند اللاعب كروز، كروز شو يعمل يدور ويسدد كرة عرضية وبصعوبة خرجها أندريج بيرو، بصعوبة أندريج بيرو متألق حارس المنتخب التشيكي. شفت الخطة التكتيكية اللي يعتمدها المكسيك، يخرج الحارس ويخلي اللاعب قائد الفريق فيكتور أومار كروز كحارس لاعب وحارس في نفس الوقت لخلق التفوق العددي، محاولة يعني يكون عندهم أكثر عدد مهاجمين وأكثر لاعبين في الهجوم من جانب المنتخب المكسيكي اللي قاعد يحاول المنتخب المكسيكي. فيكتور أومار كروز لليمين من جديد، محاولة عن طريق رقم 10 ألفاريز، ألفاريز وكروز، كروز في لمسة أخيرة لكن الحارس أندريج بيرو، هذه الإعادة وكروز يخطأ في الترويض، ترويض الكرة، ترويض ما كانش محكم لكروز، ضاعت عليه الفرصة ومن جديد محاولة هجومية مكسيكية لتو بور لتو من جانب المنتخب المكسيكي. ما عاد عنده ما يخسر، يتقدم ويسدد. كيفاش تعديت على الحارس وعلى المهاجم، الناس الكل تعديت قدامهم الكرة، كرة مشيت خطيرة، كرة أرضية تصديدها صاروخية أرضية لكن مرت جانبية وشكلت خطورة على الدفاع المنتخب التشيكي، لكن المنتخب التشيكي كالعادة يواصل في نفس المنظومة يلعب من غير ما يعني يتقلق شوية من المحاولة الأخيرة، حافظ على منظومته ويلعب كورته وما على بالوش باللي قاعد يعمل فيه المنتخب المكسيكي. يعاود من جديد فيكتور أومار كروز في الهجوم، كروز يلعب مع رقم 10 ألفاريز، كروز من جديد ألفاريز، 1-2 1-2. لو كان يفك المنتخب التشيكي ينجم يصنع الخطر باعتبار اللاعب الحارس قاعد متقدم والتمريرات كل تمريره مخطئه يعني تسكر خطوره للمحاوله، لكن اصطدمت بالدفاع مورينو تسديدته اصطدمت بالدفاع ورجعت ركنيه جديده للمنتخب المكسيكي. المنتخب المكسيكي قاعد يضغط، قاعد يبريسي على الدفاع التشيك ومن جديد المحاوله، طيب المحاوله يمشي رقم 63 مينديز، يرجع الكيروز
يتقدم من جديد ألفاريز. ألفاريز يغير اتجاه اليمين، هيا شوت، لا ينتظر يمر فرصة والحارس، أوه الحارس أندريش بيرو، بيرو صحيح، بيرو صحيح يعني خشبي على محاولات المنتخب المكسيكي لحد الآن، يخلي النتيجة على حالة 2-2 للتشيك أمام المكسيك. تألق كبير، تألق كبير، ما يخافش ما يخافش، عنده يعني رد فعل، وذي رفع كرة بالحارس وجانبية جانبية جانبية، محاولة اللاعب رقم 13 ميكايل سلاك لرفع الكرة بالحارس فيكتور أمار كيروز. تعود الكرة للمنتخب المكسيكي في محاولته الأخيرة لتذليل الفارق، مباراة صعبة. المنتخب المكسيكي غير كل شيء، غير الخطة، غير طريقة اللعب، وغير حتى الحارس في محاولة لتغيير النتيجة. كل شيء يتغير إلا النتيجة، السكور في المباراة هذه لصالح تشيك دائما 2-0. كرة الآن، وحذاري من الأخطاء لأنه ما فهمش كون يغطي بالنسبة للمنتخب المكسيكي. ألفاريز والثالث والكرة في الشباك الصغيرة في الكيفيلي يضيع الهدف الثالث. حذاري من الأخطاء لأنه هذه بالفعل بلغتنا في تونس يا طورة يا فورة، يا أما تسجل وألا تقبل أهداف أخرى، هذا لتو بور لتو، يا أما ساباس وساكاس بالنسبة للمنتخب المكسيكي. صعيب ياسر، وأنه الفريق التشيكي إذا كان يفتك كورة ويقضى عليها وأنه يضيعها، تمشي كورة المكسيكي الآن، كورة والحارس أندريش بطل دور النهائي، بارك الله عليهم، أندريش بطل هذه المباراة النهائية بكل امتياز. سد منيع أمام هجوم المنتخب المكسيكي، يلعب المنتخب المكسيكي ضد أندريش بيرو، ما زالت كورة مكسيكية الآن ومرة أخرى والكورة جانبية. مباراة تشتعل في الدقائق الأخيرة وبطلها أندريش بيرو، لحد الآن يمنع في المنتخب التشيكي من أهداف عديدة ويمنع في الفريق المكسيكي من أهداف عديدة كذلك. كرة مباراة صعيبة برشا، مباراة قوية برشا على الدفاع التشيكي في الدقائق الأخيرة، لأنه الفريق المكسيكي حط كل شيء الآن، وأندريش بيرو يفسخ أهداف محققة. دقائق نستمتع فيها في الحقيقة، هي أجمل ما في النهائي، هي أجمل ما في المونديال، هي ما سيبقى في الذاكرة لما يزول كل شيء، ستبقى هذه اللحظات الجميلة وهذه الكرة الممتازة وهذه الفرجة الرائقة وهذا الحارس المتألق اللي يستأسد أمام هجوم المنتخب المكسيكي. يعني تألق بيرو خلى ربما نرفزة في صفوف المنتخب المكسيكي، واضطر الحكم سيزار لإخراج أولى الورقات الصفراء للاعب حرام رويز منديز رقم 63، يتحصل على الورقة الصفراء الأولى في هذا النهائي. شوف سيزار شو يعمل، يعيط باش ينبع على الزوز ملاعبية، باش ينبع على ماريك ستانيسلاف وكذلك اللاعب رقم 5 لاعب أورتيغا في تشكيلة المنتخب المكسيكي، ينبع عليهم. تتنفذ الكرة ركنية يقص الدفاع، سلاك خرج كما جات، سلاك مهاجم منتخب التشيكي في هذه المقابلة، وهذه المحاولة مازالت لصالح المنتخب المكسيكي. محاولة يحاول يراوغ أمام بوزيليك وترجع كرة، مازالت منديز فاش يستنى مورينو يرجع مع الحارس فيكتور أومار كيروز اللي هو في الحقيقة اللاعب وقائد الفريق اللي خذا مكانه في حراسة المرمى عوضا عن الثنائي دياغو رينا برنالدينو سوليس. لكن الأمور الوقت قاعد يمر، دقيقتين لنهاية المقابلة، منتخب التشيك 2 منتخب المكسيك 0، منتخب تشيك وبيرو 2 1-1، يجيو 2 ضد المنتخب المكسيكي 0 لحد الآن رغم المحاولات. لكن كما قلنا بطل الشوط الثاني الحارس أندريش بيرو، راحت عليها المنتخب المكسيكي وضاعت المباراة في الدقائق الأخيرة، لأنه صعب جدا يرجع الكامباك الآن، ماشي يصعب على المنتخب المكسيكي، تعقدت الأمور بالنسبة لريمونتادا لا ليمونادا. نعم، لا ريمونتادا ولا كامباك في هذه المباراة. المنتخب التشيكي يلقى في حارس عملاق الحارس. سي علي سكر لي البرنامج بعد هذه ما هذه أكثر من هكا ما عادش. هذه قلت لهم تيزيفو هذه ما فماش، يعني الكرة مش وجه لوجه، أكثر من هكا ما فماش. المنتخب المكسيكي مازال يحاول دون جدوى،
والهدف الثالث جول 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 جول. قلت انه يا اما توره ولا فوره ساباس وساكاس، لانه اذا كان تلعب بهذه الشكله وقت يضيع كوره ما عندكش شكون يغطي وراك، ما عندكش شكون يحميك، وهذا اللي يحصل. يستغل المنتخب التشيكي تقدم كامل الفريق المكسيكي، يفتك كوره في مناطقه، ثم من بعيد من بعيد من بعيد يا حبيبي يسجل الهدف الثالث وينهي كل احلام المكسيكيين في العوده في هذا الفاينل التاريخي. الريبوبليك تشيك 3 المكسيك 0. الحارس اندريج بطل الدور النهائي. أندريج بيرو بطل الدور النهائي، يعني سد منيع في الدفاع واللي كمل عليهم المكسيكيين. اللاعب أندريج باديرا، يعني أندريج منا أندريج منا، وفات الأمور في هذا الفاينل لصالح المنتخب التشيكي. ثلاثة بلاش ثلاثة بلاش، والمختار السحار بحذا فيليب جودا رئيس الاتحاد الدولي للميني فوت. ما نعرفش شنو المختار شو يحب يقول له، شنو يحب يقول له، يقول له تكهنت بالنتيجة ثلاثة، كان بالنتيجة فوز المنتخب التشيكي أمام منتخب المكسيك. ما ثلاثة بلاش أمين، ما أعتقدش أنه تكهن بسمعة بتاع المكسيك، لأنه هو حب يفوز سي مختار، لكن طبعا الفوارق كبيرة برشا. الوقت البدل الضايع هذا في الفاينل. الوقت البدل الضايع المحاولة المكسيكية. نلعب باللحظات الأخيرة الأديشنال تايم بين المكسيك ومنتخب التشيك، 3-0 للمنتخب التشيكي. المكسيك الوقت اللي مازال المكسيك ما رجعوش في المباراة، يكفي فقط لبعض الصور الذكريات، لبعض الصور التذكارية للاعبيه. وإذا كان المدرب ريني أورتيز نافارو عنده لاعب ما شاركش في النهائي ننصحه يهبطه الآن على الأقل يشارك حتى اللحظات الأخيرة تنتهي المباراة بتقدم منتخب التشيكي 3-0. تشيكي بطل العالم 2017 في تونس، المكسيك وصيف بطل العالم، مباراة للتاريخ يا أمين. شكرا لك نبيل. إذا المكسيك مرة أخرى وصيف بطل العالم بعد هزيمة في نهائي 2015، ينهزم اليوم في النهائي 2017. باش نمشيو لزميلنا محمد أمين المتراوي صحبة الضيوف السيد أشرف بن صالح وكذلك السيد عماد الجبري في الاستجوابات في المباشر على قناة نسمة. وشوف شوف يا حبيبي، شوفك الصورة، شوفك الصورة، شوفك اللقطات اللي قاعدين نتابعوا فيها من فوق لمتابعة هذه الأجواء على قناة نسمة. العالم لكرة القدم المصغرة في تونس بالتحديد في ولاية نابل، التشيك تنتصر على منتخب المكسيك 3-0. مباراة حماسية، مباراة فيها برشا فوتبول، فيها برشا فنيات، فيها برشا فرجة زادة. جمهور تونسي كان حاضر معنا. سي أشرف بن صالحة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، وعماد الجبري كاتب الدولة للرياضة. خلينا نبداو معاك سي أشرف. سي أشرف، في بالي هذا اللي تمنيناه يصير وصار. كل شيء محسوب قبل من وعد وفاء. احنا وعدنا الشعب التونسي باش ننظموا حاجه في قيمه تونس، وكنا على وعدنا. اليوم تونس خرجت منتصره من التظاهره هذه، حتى واحد اخر غير تونس، لانه اللي صار اليوم حاجه كبيره ياسر وتشرف بلادنا. الحمد لله رب العالمين، حطينا في قلبنا درابو البلاد، ووصلنا اليوم الهدف نتاعنا هو تشريف الرايه الوطنيه، وزدنا قوينا السي في نتاع بلادنا في احتضان كبرى التظاهرات كما كاس العالم كره قدم مصغره. ومازال سي اشرف الصالحه، مازال المنتخب الوطني التونسي عنده استحقاقات ومشاركات، خلينا نقولوا قاريه وعالميه، كاس العالم القادمه في المكسيك ان شاء الله. يعني الخدمه بدات من تو نتخيل. احنا عندنا البطوله العربيه وكاس افريقيا وكاس العالم اللي بيصير في المكسيك العام الجاي، والبطوله الوطنيه قويه، يعني مازال نشاط مالي لبدايه ماهيش الطوب. احنا وصلنا اليوم بدينا ورينا العباد كره قدم مصغره حقيقيه، بلات الناس تفهم التكنيك، تفهم اللي يلزمنا برشا نخدموا لقدام. واليوم مالي لبدايه تاريخ طويل ياسر، فيه برشا عمل شاق، وان شاء الله اخويا نلقاو يد المساعده. بالتوفيق ان شاء الله في بقيه المشوار. عباد الجبري كاتب الدوله للرياضه، شفنا مجدولين شيرني حاضره، السيده الوزيره وزير شؤون الشباب والرياضه. يعني اليوم الميني فوت رياضه ما عندهاش تقاليد كبيره في تونس عماد، لكن اثبتنا اللي عندنا منتخب وصول الكارت فينال كلاسي 5. يعني في بالي وزاره شؤون الشباب والرياضه اليوم شتولي تغزر غزره اخرى للميني فوت في تونس. شكرا. صحيح اليوم رياضه الميني فوت دخلت من باب الكبير، دخلت من باب الكبير في الرياضه التونسيه. بصراحة نشكر السيد رئيس الجامعة سي أشرف بن صالح على المجهود الجبار اللي قام به، أمن بالمشروع وإحنا أمنا معه بالمشروع،
وكنا نجم نعملوا بصراحة أحسن من اللي صار اليوم. ولكن اليوم كي شوفوا في الأسبوع هذايا فما 3000 سائح جاي زار تونس خصيصا للمناسبة هذه، وإحنا كل يوم نحكيوا على السياحة الرياضية في قلب الحدث. ناس جات من 5 قارات تتابع الجمعيات نتاعها، كل السفراء جاوا لتونس، معناتها تعدت 10 أيام هم أكثر من أسبوع في معناتها في جو عائلي ممتاز كما تشوفوا توا ما شاء الله الفينال هذه، برغم اللي تونس مش موجودة ولكن احنا تونس نقعدوا البلد المنظم، بلد منظم بامتياز بصراحة. نشكروا زاد الفريق القومي نتاعنا، نشكروا الطاقم الفني، الطاقم الإداري، لجنة التنظيم. اليوم ميني فوت نرجع نقول دخل الباب الكبير، ميني فوت عنده اقبال كبير جدا خاصه في المناطق المهمشه، خاصه في المناطق الحدوديه، واحنا كوزاره كسلطه اشراف وهذا زاد معناتها من واجبنا باش اللعبه هذه نعطيوها اكثر ما اكثر فرصه باش تنجح، على خاطر قابلين عليها برشا شباب، والشباب اللي ما لقاش حظه زاد نقولها بصراحه في لعبه كره القدم الاصليه يعني اونز يلقى حظه في ميني فوت اللي باش تولي لعبه كبيره، وعلاش لا باش تولي لعبه اولمبيه في اقرب مجال. مدرب منتخب تشيك يعقوب، سير ريلي يو ار ذا بيست، يو ار ذا تشامبيون توداي. ثانك يو فيري ماتش، بس اتس اولويز لونج ران اند يو شود بلاي ويل، يو شود فيل ات انسايد ذات سمثينج سبيشال كان هابن، بس يو ستيل نيد يور لاك اند وي وير سو لاكي توداي اند كونجراتوليشن تو مكسيكو بيكوز فيري تاف اوبوننت اند وي وير لاكي، بس اي ترولي بليف ذات وي ديزيرف تو وين ذا تشامبيونشيب بيكوز وي ار بريبيرد فور ا سكسس. ثانك يو كوتش، ثانك يو اند كونجراتوليشنز. ثانك يو فيري ماتش. شكرا ليك امين، ليك الكلمه. لا تقدروا تصوب شغلي في الجنة التطهير في الجنة.